وننتقل الآن إلى الوضع في الجزائر، حيث تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة سعيد الشنقريحة بألا تراق قطرة دم خلال المسيرات التي تشهدها البلاد. وقال الشنقريحة إن الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر سمح بفضل مرافقة الجيش له بتحقيق المطالب المشروعة للجزائريين، داعيا لتوطيد العلاقة بين الشعب والجيش لردع ما أسماها الأطراف المعادية. هاتفيا معنا محمد عز الدين، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية بالأهرام. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ أيمن ومشاهدي أكبر. ماذا تعني هذه التصريحات من اللواء سعيد شنقريحة؟ الحقيقة هي تهدف إلى التهدئة بشكل كبير. هذه التصريحات تأتي استكمالا لدور الجيش الوطني الجزائري، وأيضا تأتي متوافقة مع التحركات السياسية والنقلات الكبيرة التي يقوم بها الرئيس الجزائري بإعلانه بالأمس عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، بالإضافة للإفراج عن أكثر من 80 معتقلا، هو أكبر عدد يتم الإفراج عنه. تصريحات شنقريحة تؤثر إلى دور مستمر للجيش في الحفاظ على الأمن في الجزائر في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى التحديات المحيطة به من ناحية مكافحة الإرهاب والحفاظ على الجزائر والحدود من انتقال أي إرهابيين إليها خلال الفترة المقبلة. لكن هذه الإجراءات مع هذه التصريحات كيف تترجم بالنسبة للجزائريين وبالنسبة للحراك والمتظاهرين الموجودين في الجزائر حتى الآن؟ هل هناك ترجمة واضحة؟ هل من استطلاعات؟ هل من حتى يعني تصريحات تبين مدى ترجمة هذه الأخبار أو هذه السلوك السلوكيات التي يقوم بها أو التصريحات التي يقوم بها في السلطة عموما في الجزائر على أرض الواقع، ومدى قبول الجزائريين لها؟ مما لا شك فيها هناك تجاوب وإن كان بشكل نسبي حذر. الحراك الشعبي يرغب في أن يكون مستمرا في الشارع وأن تتحقق المطالب التي يطالب بها، بالإضافة إلى سيطرة أغلبية كبيرة من الشباب وبعض الفئات على الحركة في تحريك الحراك الشعبي في الشارع، وبالتالي فإن هناك مخاوف من إيقاف هذا الحراك. أيضا هناك استحسان بتغير شكل المعاملة بالكامل مع الحراك الشعبي واستمرار السلمية، خاصة أن التظاهرة السادسة والأربعون مرت أيضا بدون أي مشاكل وإن قلت الأعداد بسبب برودة الطقس. لا يوجد تطور أو هيئة محددة لحركة سياسية للحراك الشعبي حتى الآن، وإن كان هناك ترقب حذر وترحيب بسيط بمبادرات الرئيس الجزائري أو التصريحات التي يدلي بها للمرة الثانية بشكل علني اللواء أو الشيخ شنقريحة. لكن بالتأكيد بيكون في صدى لكل إجراء بيقوم به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مثلا عند إطلاق سراح المعتقلين أكثر من 70 معتقل تم الإفراج عنهم أو تم إطلاق سراحهم، وكان هناك أيضا تشكيل الحكومة اللي كان هناك أيضا حديث عن إنها حكومة كبيرة موسعة بتضم الكثير والكثير من الوزراء وأيضا من ضمنهم شباب، وحديث كما ذكرت حضرتك في بداية حديثك عن الدستور والانتخابات وتعديل هذه القوانين وإصلاحات جديدة في الدستور الجزائري. الصدى بيكون واضح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل الإعلام. ما مدى قبول الجزائريين لهذه الإجراءات؟ كما ذكرت هناك حالة من الترقب بعيدا عن الشارع، هناك ترحيب كبير ملموس، العديد من الجهات ومنظمات المجتمع المدني رحبت بالخطوات السريعة الخروج من الأزمة السياسية الجزائرية والانتقال في مسار سريع إلى الديمقراطية في المرحلة المقبلة. أما الشارع في التظاهرات، فيما يخص التظاهرات سواء الطلاب أو الحراك الشعبي أيام الجمعة، فما زال هناك ترقب ولا
لا أعتقد أنه حتى الآن ظهرت مبادرة سياسية، وإن كان من المتوقع أن يكون هناك نوع من الاستقطاب من الأحزاب السياسية، سواء كانت التي تتولى السلطة الأحزاب تكتل ائتلاف التكتل أو الحزب الحاكم، أو الأحزاب الاشتراكية أو الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها واختفت تماما في خضم المواجهات بين المواجهات السياسية أو الحركة السياسية في الشارع وبين النظام أو الرئيس المؤقت السابق بن صالح. ما هذا ما كنت أريد أنه حضرتك يعني تقولوا لي، مسألة أنه حضرتك يمكن أشرت لمنظمات المجتمع المدني، أشرت إلى الأحزاب السياسية، أيضا هذه الجهات الهامة والفاعلة في الجزائر، مدى قبولها لهذه الإجراءات، وأيضا مدى تنتظر أكثر من الرئيس؟ أعتقد أن المسار أو النقطة أو السبب الرئيسي التحول في وجهات نظر أو تحركات هذه المنظمات أو الجهات والأحزاب أيضا هو التشريعات، تعديل التشريعات، وأولها الدستور، ثم قوانين الانتخابات، ثم القوانين الخاصة بالشغل أو بالعمل كما يسمونها في الجزائر، بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بالبطالة والتشغيل، أيضا مشكلة السكن والأزمة السكانية، والانتقال من الاقتصاد الذي يعتمد على النفط كمصدر وحيد له إلى اقتصاد متنوع وجذب الاستثمارات، وبالتالي فأن تعديل التشريعات أيضا الاقتصادية وتشريعات الاستثمار هي أمر هام للغاية، بالإضافة إلى تحديات مواجهة الإرهاب ومنع انتقال إرهابيين من مناطق أخرى إلى المنطقة أو على الحدود الجزائرية. بشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد عز الدين، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية بالأهرام.